على بركة الله متابعينا الأعزاء، نتواصل مع الشوط السادس، وهذا الشوط مخصص القعدان اللي جاي وهو الثالث. المسافة هي 3 كيلومتر. نتواصل أول بأول مع الكوادر الأمامية، فأنا قد شرطة لمحمد بن سالم بن عفرة الدرعي، المركز الثاني شاهين عبد الله مبارك بن كنه، المركز الثالث هداد سالم بن عبيد بن علي الدرعي، المركز الرابع نتواجد مع شاهين علي بن سالم بو داود، المركز الخامس شاهين حمد بن سالم بن شيخه، المركز السادس شاهين سعيد بن حمد راعي حير. هذا ندانا مشاهدينا الكرام على الستة المراكز الأولى المتقدمة، متمنين التوفيق والسلامة للجميع. نعود إلى شرطة محمد بن سالم بن عفرة الدرعية ونسير مع المركز الثاني، فأنا قد هداد سالم بن عبيد بن علي، مركز الثالث شاهين عبد الله مبارك بن كنة، مركز الرابع شاهين للشاعر سعيد بن حمد راعي حير، مركز الخامس شاهين علي بن سالم بو داود، مركز السادس شاهين سلطان بن خليفة بن نجحية. هذا نيدانا، وأرى الكوكبة تكتلت هنا في المراكز الأولى في عالم الإذاعة، كوكبة قوية من الأسامي والشعارات، الكل يبحث عن الناموس، فعندما هنا تتواجد الشعارات على مقربة من بعضها البعض، فلا بد في الشوط الإثارة والإبداع والتنافس. ما شاء الله يا سلطان بن خليفة بن نجحي، شاهين يتسلل ويخترق الصفوف ويذهب إلى الأمام ليقود الشوط. سلوم سلطان بن خليفة بن نجحي الدرعي، تسلل واضح وخطير من شاهين، يستلم المقدمة. مركز الثاني شرط محمد بن سالم بن عفرة، المركز الثالث معانا هناك شاهين سعيد بن حمد راعي حير، والمركز الرابع بن كنة، والمركز الخامس بو داود. هذه الأسامي، نكتفي بالنداء ولكن ما اكتفينا من العطاء. سلطان بن خليفة بن نجحي الدرعي لا زال في مقدمة الشوط، يتربع على عرش الصدارة. نحن في الكيلو متر الأخير، كيلو الحزم والعزم والتقدم والتنافس. بسلطان بن خليفة بن نجحي محضر لنا شاهين حضور قوي وبدون أوامر. مركز الثاني بن عفرة، والمركز الثالث راح يحير، والمركز الرابع بو داود، ولا زالت المسيرة مستمرة، ولا زال عطاء وإبداع شاهين وقيادته هنا في الصدارة. سلطان بن خليفة بن نجحي الدرعي والعصافة الإبطان، هل لديها الاستعداد لخوض هذا المسافة التي نتابعها وهو في الكادر الأمامي وهو في القيادة؟ تابع للمركز الثاني، وصل شاهين علي بن سالم بو داود، ما شاء الله بدأ بالطلوع الخطير والهجوم، بدأ بالهجوم الخطير. شعار علي بن سالم بو داود الدرعي، أصلوك الربع يا ابن النجحي، الله الله يا بو داود، سلام يا السمي، هجوم هجوم هجوم. اليوم اليوم يوم الهجمات المرتدة الخطيرة، يا سلام. 300 متر الأخيرة، 300، ولا زال سلطان بن خليفة بن نجحي، سلام يا ابو الريم، لا زال مسيطر، ولكن السمي قادم قادم. علي بن سالم بو داود، شاهين شاهين، الله على التغيير والتبديل، وين الناموس؟ لا زال سلطان بن خليفة امصر على القيادة. ياهو شوط ياهو شوط، سلام ابو الريم، سلام سلام. يبقى الصعب، يبقى الصعب امام الجميع. ما شاء الله، هذا الاسم شاهين
سلطان بن خليفة بن نجحي الناموس يا أبو الريم المركز الثاني شاهي العلي بن سالم أبو داود ما قصر أبدع المركز الثالث شهملون مانع سلطان بن صليدي المركز الرابع شاهين لسعيد بن حمد بن حميد راعد حير الناموس الناموس السلطان بن خليفة بن نجحي التوقيت الزمني أربع دقائق وثلاثة وأربعين ثانية و78 جز من الثانية 4 دقائق 43 ثانية 78 جز من الثانية